الكباري فيما يخص إبراهيم عادل. يعني ايه؟ الآن يجي له عرض يرجع بيه على مصر، فعشان كده مش هيقبل بسهولة في رحيل إبراهيم عادل. انا مش معاهم تماما. بيراميدز فريق كبير جدا، اداره محترمه، كان قريب جدا ان هو ياخد بطوله الدوري وعمل انجاز كبير جدا، لكن ابراهيم عادل مش هتقف عليه. ابراهيم عادل اتصاب في فتره كبيره جدا والفرقه مشيت. رمضان صبحي اتصاب في فتره. يا جماعه انا عايز اقول مبدا يا هاني، الفرقه ما بتقفش على نجم. الفرقه ما بتق... يا ما نجوم سابت فرقها، يا ما الزمالك كان فيه مصطفى محمد وما فيش البديل، ومصطفى محمد احترف ولقى البديل واشتغل الزمالك. بس لو النجم ده من الاساسيين بتوعك، ما هو باين ان بيراميدز اتاثر على فكره بغياب ابراهيم عادل الموسم ده. يعني في صراع المنافسه على اللقب، بيراميدز لما فقد ابراهيم عادل عشان المنتخب الاولمبي مع عدم جاهزيه رمضان، بيراميدز تاثر هجوميا. لا، تأثر هجوميا لأن إبراهيم عادل في فترة من الفترات اتصاب في أنكر رجله، وقعد فترة طويلة حوالي لما رجع 3 بقى هو شهور، الأساسي اللي ما بيخرجش ناحية لأن الشمال. كان برضو رمضان صبحي كان برضو جات مشكلة المنشطات مظبوط. والكلام ده كله. لكن لو احنا بصينا على إن في فرصة احتراف كبيرة، حتى لو أنا مش محتاج للقيمة المالية، مفهوم. ولكن دي أنت محتاج قيمة أدبية، وهيجي لك قيمة مالية، وبالقيمة المالية دي أنت ممكن على فكرة تجيب زي إبراهيم عادل وكمان مش عايز أقول وأحسن، لكن هذه الفرص لن تتكرر يا هاني. وبقول إني أنا مع احتراف إبراهيم عادل، وأي واحد بيجي له فرصة احتراف. أنا حتى وأنا كنت في الزمالك ما كنتش بقف قدام اي حد بيجي له اعلنت ده فرصه، كتير. واعلنت كده الكلام ده، وكنت يعني انا اللي بتحمل المسؤوليه. طيب، على ذكر النقطه دي، هبعد عن المنتخب الاولمبي 30 ثانيه، هقول خبر فيما يخص الاحتراف الخارجي. محمد عبد المنعم مدافع الاهلي ونيس، نيس الفرنسي رفع عرضه الى 3 مليون و600 الف يورو لضم محمد عبد المنعم، لكن الاهلي ما زال يطلب 5 ملايين يورو بخلاف الامتيازات الماليه بعد البيع، اللي هي البونس، اللي هي المشاركه في عدد المباريات، اللي هي الكلين شيتس وغيرها من الامتيازات. وان كان محمد عبد المنعم من جانبه قد اتفق على كل البنود الشخصيه مع نادي نيس في عقد مدته 4 سنوات بخلاف الراتب الأسبوعي، ويحصل طبقا لمعلوماتنا على 1 مليون يورو في الموسم الواحد، وما زالت المفاوضات جارية. ايه رأيك في النقطة دي بالنظر لجودة برضو محمد عبد المنعم وتأثير رحيله المحتمل عن الأهلي؟ محمد من اللعيبة المميزين جدا في مركزه، لعيب كمان بيتميز ان هو مش مدافع العادي، لا، مدافع بيجيب لك جول في البيلد اب، بيشتغل لك كويس قوي، بيشتغل لك اما بتكون واحد على واحد، لا، حاجات عنده جميلة جدا جدا جدا. فاعتقد ان هو هيبقى مؤثر، رحيله مؤثر، ولازم النادي الاهلي عشان يمشي محمد عبد المنعم لازم يدور على بديل كفء. فاعتقد ان هتبقى العملية مؤثرة. ولكن محمد عبد المنعم بنصحه، يعني لو هو هياخد فكرة الاحتراف وهينفذها بموافقة النادي الاهلي، لازم دماغه دي تتغير. في ايه بالظبط؟ انا بحس ان هو المنتاليتي بتاعته ممكن مش احترافية شوية. معقولة؟ يعني انا بشوفه، لان في ايه بقى؟ في ايه بقى؟ يعني ممكن اهاني في ماتشات كتيرة قوي بيعمل مشاكل، من يعني مثلا تحصل كورنر يقوم زائق مش عارف ايه، ممكن ياخد طرد، يتعصب ممكن على يتعصب حد. ممكن، لكن بره اطار يعني بره اطار اللي هي الكوره، يعني اللعب واقف مش عارف ايه. اعتقد ان لازم دماغه تتحسن من الحته دي، لان الاحتراف لازم له حد زي محمد صلاح. هو محمد صلاح نجح ليه؟ لان هو عنده شغل احتراف، هو بيعمله جوه الملعب وبره الملعب.